تعبانة. عليه تاب. صاحبي كل عندهم تليفونات، لقاني ايش نوع يتعب عنده فيك؟ تيك توك وانستغرام. ما شاء الله. وانت شنو طلباتك؟ دي ما يلعبوا كل لعبة، واحد يفتح غنية في تيك توك والاخر يطلعها، وين نقعد وحيدة كيكة ما يا نستحق. عزيزتي معلش نعمل غنية اقول لك بركة، حاجة، غنية تأثرت بركة قعدت عامين نتعلم فيها. تأثرت، حسيت روحي نمشي ناخذ لك تليفون. طب نزيد نأثرك يا أثرني ماما، تروح والله نبدأ وحدي هكا نبكي 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 هكا نزعيني عزيزتي. بتركينا هم يصحوا يا ماما يا ماما. ما انت عزيز شدت صحته. ضربك عليها. تصدقوا ولا ايه؟ السد صحيح في سليم مش هطلع القدام. قلت لكم غلط في عمره، قلت لكم. يا سيد برا الكرسيك، هاي برا الكرسيك. سليم سليم، وخر وخر. انت شنو تقصد بيها؟ يا للدرع تقصد انت تقيت شكون مليلك عينيك؟ يسقط انت تقصد شكون مليلك عينيك؟ نقرا في انتي انتي كون مضيرك ما تطلعليش بيه. قل لي الساعة شنو تقصد؟ والله العظيم كلامي صحيح. والله هذيك انتي كيفاش تفكر من لا 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 نحب نعرفك انتي كيفاش تفكر. انا اقسم بالله بالحق ما عجبتكش الريبونس. عجبتني على الاخر، ابهرتني بالريبونس. قول لي وين تعجب امي قتلك؟ وقسما بالله ربي فرج عليكم حاجه شبيه. متى يتوقف الرجل عن نظر النساء؟ كيف يعرس ويلقى اللي يحبها؟ انت توش اللي يحبها؟ جملتي خير. كي يلقى المرأة احداث اخبار